ما أجرى آخر حصة تدريبية له كانت عشية اليوم في ملعب الوزيس، وكان البنزرتي قد ركز كثيرا على الحصة التدريبية الأخيرة في خلق انتقال سلس من الوسط إلى الهجوم، بحثا عن تحقيق نجاعة هجومية تضمن النقاط الثلاثة الضرورية للرجاء للاستمرار في المنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة. وأكد البنزرتي أنه سيتعامل مع اللقاء كباقي مباريات البطولة للتخفيف من حدة الضغط النفسي على لاعبيه، متمنيا مساندة الجماهير الخضراء. استعدادات كجميع الاستعدادات، تنتمنى من الله اول حاجه باش يحضر جمهور فريق الرجاء البيضاوي باش يازرنا، حيت لا ما كانش هما راه ما نكونوش حنايا. بالنسبه لياسين صاحي، تنتمنى من الله باش يبقى غادي في هذا الخط التصاعدي باش يرضي جماهير فريق الرجاء البيضاوي. بالنسبه للمقابله، حاجه وحده اللي كل شيء خاصنا نفوزوا فيها باش الا بغيتي تحقق اللقب، ماشي غير مقابله ديال المغرب تطوان، حتى المقابله ديال الاولمبيك اسي، تنتمنى من الله باش نفوزوا فيهم ونحافظوا على اللقب. بسام، هذا يعني فيما يتعلق بالجانب الرياضي لهذه المباراة.